مشاهدين، يحل ضيف علينا في برنامجنا العالم هذا الصباح استشاري جراحة وزراعة القلب والقلب الصناعي ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى الأمراض الصدرية الدكتور طارق العيناتي. نصبح عليك بالخير دكتور طارق. صباح الخير. وراح نتكلم بإسهاب حول موضوع جراحة القلب، بس خلنا نشوف مع بعض مع المشاهدين هذا التقرير اللي يتكلم على حصول قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى الأمراض الصدرية على الاعتراف كمركز تدريب دولي، وذلك بعد الاعتراف الأول من نوعه في الشرق الأوسط والرابع أيضا على مستوى العالم، مما يعد طبعا هذا وسام دولي واستحقاق كويتي كبير نعتز فيه. هذا الاعتراف جاء لدور القسم، قسم جراحة القلب، في تقنية استخدام المناظير الحديثة لاستخراج الأوردة في عمليات القلب المفتوح. نشوف هذا التقرير ونرجع نحاور الدكتور طارق. يقال أن سر النجاح يكمن في العمل الجاد والكفاح، لا مفاضلة إلا بالجهد ولا تمايز إلا بالمنجز. كثيرة هي قصص النجاح في الحياة المهنية، ولكن قصة النجاح التي صنعها الدكتور طارق العيناتي رئيس قسم جراحة القلب في المستشفى الصدري تستحق أن تذكر ولو في دقائق معدودة. فقد قام الدكتور بجلب تقنية حديثة لأول مرة على مستوى دولة الكويت لاستخراج الأوردة أثناء عملية القلب المفتوح، وكنا على موعد معه لحضور عملية لمريض كويتي يشتكي من آلام في الصدر وضيق في التنفس، وقد استخدمت له هذه التقنية الحديثة. أحد الزملاء الجراحين قاعد يستخدم المنظار الحديث في استخراج الوريد من الرجل، وكذلك هناك كذلك بالإيد اليسرى للمريض قاعد نستخدم المنظار في استخراج الشريان الراديالي راديال ارتري من باستخدام المنظار كذلك. هذه كلها تقنيات حديثة جدا على مستوى العالم. استخراج الأوردة أثناء عملية القلب المفتوح كانت تجرى في السابق بشق الجلد والأنسجة في الرجل، أما الآن بعد استخدام هذه التقنية نقاط اختلاف كثيرة. نفتح فتحة تقريبا سنتي ونص تحت الركبة وسانتي أو سانتي ونص عند أصل الفخذ وبس، ونستخرج كل الوريد من أول أعلى الفخذ إلى القدم. فطبعا هذا يفرق كثير في مرحلة ما بعد العملية من ناحية قدرة المريض على المشي بسهولة. بفضل جهودهم وإصرارهم على العمل الجاد استطاع قسم جراحة القلب في مستشفى الصدري أن يحصل على اعتراف دولي كأول مركز للتدريب في الشرق الأوسط والرابع عالميا في استخدامه هذه التقنية الحديثة التي استقطبها الدكتور قبل سنتين ونصف، حيث قام بتدريب الكوادر المحلية بهذه التقنية، بل وأيضا جراحين من مختلف دول العالم. قدمت في بحث حول خبرتنا في هذه التقنية، كان هذا البحث قدمته تقريبا قبل شهر ونص في قبرص في لومسل، تم الاعتراف فيني أو في المركز كأول مركز تدريبي دولي في هذه التقنية في الشرق الأوسط، وكبرنامج تدريبي بهذا الشكل المتقن يعتبر تقريبا الرابع، هو الرابع على مستوى العالم. هذا الاعتراف الدولي فتح صفحة جديدة في تاريخ جراحة القلب، لتصبح دولة الكويت بلدا مدربا وليس متدربا في تقنيات جراحة القلب. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. إذن عفوا بسام، أنا متحمسة أن أبدأ الحوار مع الدكتور. جميل، أبدأ الحوار. أحنا بس نعطي دباجة يعني سريع عن الدكتور طارق. نجح في نقل جراحات القلب إلى أفاق جديدة، هو استشاري جراحة وزراعة القلب
والقلب الصناعي وأيضا رئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى الأمراض الصدرية، حصل على الإجازة الدولية في زراعة صمامات قلب بطرق حديثة وعالية التقنية بدون خياطة، وأيضا هو زميل الكلية الملكية الكندية لجراحة القلب وزميل جامعة تورنتو وجامعة ماكيل لجراحي القلب والقلب الصناعي وعضو الجمعية العالمية لزراعة القلب والرئة. إنه الطبيب والجراح الكويتي الدكتور طارق العيناتي. صباح عليك يا دكتور طارق. صباح الخير لكم والأخوة والأخوات المشاهدين، وبداية أنا أشكر تلفزيون الكويت على هذه الاستضافة وأشكر برنامجكم المتميز. الله يخليك دكتور طارق. أول شيء يعني يعتبر وسام جميل على صدر كل كويتي أن نصل إلى هذه المرحلة المتقدمة وأن نعزز الثقة في الأطباء الكويتيين الموجودين وما يحققون من إنجازات على المستوى العالمي. تكلمنا عن هذا الإنجاز. يعني جراحة القلب مثل أي جراحة أخرى تمر بمراحل تطويرية في تقنيات على مستوى العالم تدخل. أنا شخصيا وقسم جراحة القلب في مستشفى الأمراض الصدرية يعني ومن فترة وإحنا نتبع هذه التقنيات الجديدة ونحاول نستقطب التقنيات المعتمدة والناجحة عالميا والآمنة على مستوى العالم. لذلك إحنا قاعد نحاول نواكب كل جديد في جراحة القلب. واحدة من هذه التقنيات الحديثة اللي هو استخدام المناظير في استخراج الأوردة من الرجل واستخدامها في تبديل الشرايين التاجية. هذه أحد التقنيات اللي استقطبتها أنا من تقريبا من سنتين ونص. في تقنية أخرى دخلتها أوردي لأول مرة في تاريخ الكويت، ونعمل جاهدين على تمكينها في المستشفى الصدري كممارسة وكنتائج. هذه التقنية بالذات بديتها تقريبا من سنتين ونص، وعملنا عليها مثل ما قلت يعني بتركيز لحد ما وصلنا إلى المستوى اللي لما قدمت النتائج هذه التقنية عندي بالكويت تم اعتمادي دوليا كمركز تدريبي. يعني نقدر نستقطب مثلا دكاترة أجانب بحيث يجون الكويت يدربون عندنا. أحسنت بالضبط. فهو الفكرة هذه، الفكرة أن إحنا قاعد نغير المفهوم من التدرب إلى التدريب. فحاليا إحنا في المستشفى الأمراض الصدرية وصلنا لهذه المرحلة ولله الحمد. ما شاء الله. يعني في هذه التقنية وتقنيات جاية قريبا بإذن الله كذلك قاعد نعد يعني ونرتب بحيث نصبح مدربين لها على مستوى العالم. هذا يدل ان احنا سباقين يعني في هذا الانجاز. أكيد. خاصه بهذه الشغله اللي انت ذكرتها وشاهدناها مع الساده المشاهدين من خلال اجرائك لهذه العمليه. هذا صحيح. وعلى فكره يعني هذه التقنيه موجوده في بعض المراكز بالعالم، يعني الغالبيه العظمى من المستشفيات القلب ما عندها هذه التقنية وما زالت تعتمد الفتحة الكبيرة اللي في الريل اللي تبدأ من أصل الفخذ إلى القدم. دكتور طارق فضل. يعني معدلات السمنة يعني في الكويت تصنف يعني هي الأولى عالميا طبقا يعني لتصنيفات وزارة الصحة، لذلك يعني شلون ممكن احنا ندارك ان ما نتعرض لأمراض القلب؟ سؤال ممتاز. يعني السمنة أحد أهم أسباب التعرض لأمراض الشرايين التاجية، تضيق الشرايين التاجية وانسدادها وما يترتب عليها من يعني من أزمات قلبية إلى آخره. فطبعا مثل ما تفضلتي السمنة هذه أحد أهم الأسباب لأمراض القلب. فتغيير طريقة الحياة نسميها اللايف ستايل، تغيير طريقة الحياة هذا شيء جدا مهم. تغيير على المستوى طريقة الأكل، على مستوى ممارسة يعني نوع من أنواع الرياضات الخفيفة المعتدلة. طبعا أكيد التدخين وضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم وعدم يعني تنظيم عن طريق الأدوية والسكر غير المنظم كذلك، هذه أحد
أهم العوامل للإصابة بأمراض القلب. جميل. دكتور خلينا نفهم مثلا الناس بشكل بسيط. أنا أؤمن أن مثلا جسم الإنسان عبارة عن آلة، وكما الآلة تحتاج إلى ما يسمى بالمينتننس، ما يسمى بإعادة تأهيل لبعض الأمور، أن احنا نشيل على قولتهم قطع خربانة ونركب قطع جديدة. أمين. الجسم أيضا بحاجة في يوم الأيام أن الواحد يعمل له مينتننس. هل أكثر الأوردة أو الشرايين المعرضة للإصابة هي الشرايين اللي أو الأوردة اللي ذكرتها حضرتك، اللي هي مثلا قريبة من القلب أو ما يسمى بالأوردة التاجية أو غيرها؟ طيب، هو في الحقيقة أن المرض لا يفرق، لما نتكلم عن الشرايين ما يفرق شريان عن شريان. يعني اللي يصيب شرايين القلب ترى يصيب شرايين الدماغ، يصيب الشرايين الطرفية إلى آخره، لكن بدرجات متفاوتة من مريض لمريض. فبعض المرضى بداية إصابته آلام بالصدر إلى آخره، ندري إن في مشكلة بالقلب، وندري إن باقي شرايينه صحيح على قولتهم، يعني ما زالت معقولة، ولكن بدأ فيها المرض. لأن المرض مو ذكي ولا سلكتف، غير اختياري. المرض يعم جميع الشرايين. دكتور، يعني أكيد أنت ذكرت أن أنت مهتم جدا بتطوير يعني قسم جراحة القلب بالمستشفى الصدري، يعني أكيد هناك اهتمامات لك بتطوير معين أو يعني طموح معين تطمح لتطوير هذا القسم في جراحة القلب. صح، أنا يعني بالأساس أبي يكون قسم جراحة القلب مستشفى الرماد الصدرية يكون موازي، وهو كذلك موازي لأفضل مراكز جراحة القلب في العالم. وهذا الطموح وهذا الهدف يخلينا دائما في حراك، ودائما في عمل، ودائما في تجديد. وهذا جهد، وهذا يعني يخلينا دائما يحتاج الى متطلبات. دكتور بالضبط، احد الامور اللي كل العالم في جراحة القلب غيرها من الجراحات يتجه لها بقوة هو التدخل البسيط او التدخل المحدود، minimal invasive surgery. طيب، التدخل المحدود هذا جزء اليوم احنا عرضنا اليوم التقنية هذه احد انواع التدخل المحدود، لانه مو قاعد نفتح فتحات كبيرة، مو قاعد نعرض المرضى لالتهابات بجروح ومشاكل بالجسم بسبب الجروح الكبيرة. كذلك طموحي واللي اعمل عليه ان حتى جراحة القلب مكانها تكون فتحة كبيرة كاملة بالصدر، ما طيب يسمى بعملية قلب مفتوح، القلب مفتوح احولها الى عملية أجريها بالمنظار. شيء جميل، هذا أنا شغال عليه، وفي ترتيبات قائم عليها بهذا الموضوع، وبإذن الله إن شاء الله يعني قريبا نشوفون حاجة جديدة بإذن الله في هذا المجال. دكتور طارق، أنا بودي أن أشير مثلا، هل الفرق اللي تعمل وياك هي فرق مثلا كويتية، ولا عادة مثلا بمساعدة مثلا ما يسمى بدكتور زائر أجنبي يقوم بمساعدة الفريق الطبي الكويتي؟ إحنا قل عندنا مستشفى المرض الصدري قل مفهوم الطبيب الزائر. طيب، بالعكس، يعني أنا اليوم أقدم نموذج حي يعني نشاط وجهد كويتي، إن بدنا إحنا نصدر العلم ونصدر الإرث ونساعد بتكوين إرث بشري. نعم. باسم الكويت، يعني أنا يهمني كثير بالمرحلة الجاية إن الناس تيجي، الجراحين مختلف الدول من أوروبا ومن آسيا ومن أمريكا الشمالية إلى آخره، ويرجعون بتقنية يقول احنا تعلمناها بالكويت. عاد صدق دكتور، هذه حقيقة التاريخ. التاريخ يقول بأن أصل العلوم خرجت من عند العرب أو من تاريخنا الإسلامي، ومن ثم تصدرت إلى الدول الأجنبية والدول الأوروبية. أنا أتفق معك تماما، يعني لا شك أن ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا كلها تدفع بهذا الاتجاه. صحيح، صحيح. يعني الأمانة، وجود الدافع، يعني أنا أحد أهم الدوافع اللي تخليني أبذل ما أبذله وغير من الزملاء، يعني أنا يعني الموضوع ما يقتصر علي، يعني هذا تيم وورك، عمل جماعي، ونتيجة عمل جماعي، إن
إن برا يقولون ترى تعلمنا بالكويت، يعني ممكن ترى درسنا بالكويت. ممكن تعتبر دكتور أن هذا التنافس عالمي وإقليمي أيضا من ناحية جراحة لا شك، وأنا ما راح أدخل بالتفاصيل، لأن حصولي على الاعتراف الدولي هذا كان في منافسة شديدة مع يعني مجموعة مراكز بالعالم. وللمعلومية يعني بعثوا لي تهنئة من دول مختلفة في أوروبا مثل بلجيكا، احد يعني مجموعه مراكز قلب في العالم في بلجيكا وفي سكوتلند وفي انجلند بعثوا لي، والنرويج كذلك بعثوا لي يعني شكر وتبريكات لهذا الانجاز وهذا الاعتراف الدولي. واحنا نحب نقدم لك ايضا تهنئه دكتور، يعني انت فخر لنا كوادر نعتز فيها بدوله الكويت. الله يخليكم دكتور طارق، احنا بامانه كما يقال مثلا نرفع لك القبعه، وتحية لك ولجميع الكوادر الكويتية الطبية المخلصة للعمل وللإنجاز ورفع اسم الكويت إن شاء الله عالي خفاقا في المحافل الدولية ومن خلال المؤتمرات الطبية، وأن يكون بالفعل كما ذكر الدكتور أن يتحول هذا البلد في يوم الأيام، أن يتحول في يوم الأيام إلى مركز تدريبي كما ذكر الدكتور طارق، يتحول مركز تدريبي بدل ما احنا نصدر مثلا أطبائنا للدراسة برا، لا بالعكس يجون الأطباء الأجانب عندنا حتى يرون ما يقدمه الطبيب الكويتي من خلال علمه ومن خلال الإنجازات اللي حققها في أي حقل من حقول الطب. جزيل الشكر لك دكتور طارق العيناتي، رئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى الأمراض الصدرية. شكرا جزيلا وشاكرين لكم الاستضافة الجميلة. شكرا جزيلا لك.